بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، الوحدة الأولى الدرس الخامس، أهمية الطاقة الشمسية للكائنات المستهلكة والكائنات المحللة ومسارات الطاقة في الكائنات الحية، صفحة 35 للاطلاع فقط. الوحدة هو قال لك لا انت مش هتملي الناس هنا، الحاجات اللي عندك اذا كان عندك حاجات لكم السنه برضه اولياء الامور يسمعوها. اذا كان هناك اشياء معينه يمكن التخفيف فانها تبقى للاطلاع. تعمل بها نشره وتتبع للساده الموجهين المعنيين بوضع الامتحانات. لكن مش انت هتملي الناس هنا. تمام. لكن انت هتقول عندي بعض حاجات هعمل بها نشره وابعتها للساده الموجهين في خلال الاسبوع القادم، وكمان السنه اولياء الامور نحطها لهم كمان على صفحه الوزاره يوم السبت او الاحد عشان اللي بيدرس لاولاده يبقى عارف ان ده الجزء ده للاطلاع والجزء ده لمشكلته. الساده الموجهين سواء الدراسات الاجتماعيه او العلوم او الرياضيات او اللغه العربيه ايا كان وطور الكلام ده تراجعهم. اسمعوني عشان بس تطلعوا، انا بحب اكون راجل محدد. اقعد اسمع سياده الوزير. يا استاذ اقعد لو سمحت ما نخلص كلامنا. اقعد اسمع سياده الوزير، انت مصر انك انت تقاطعنا في الكلام ده. بس احنا جايين نقدم حل لحضرتك وبقالنا سنه. يا سيدي انا مش عايز الحل بتاعك دلوقتي. يا فندم الموضوع موضوع عندك قوي. طب اقعد تتكلم، اقعد تتكلم. طب بعد اذنك بعد كده سياده الوزير محتاج يتكلم. شكرا. يعني كده مسقف لك ولا لا؟ طب ما تقدر، انت وهتكلم هتجيلك كوره، خد معلومه، ما عندكش يا ابني، خد معلومه وقت يزنوك كده. مبتدأ دوت كوم